يا صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحه وافضل حال. ربنا يديم علينا وعليكم فضله يا رب. النهارده كالعاده اي ما بصور لكم روتين ووصفه كده تركيه حلوه، ولكن اتفاجئت بقى بالبريد التركي. يونس بيقول لي في كارجو جالنا على البريد التركي اللي هو الباتاتا من متابعه عزيزه على قلبي، يعني حابه اشكرها جدا 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 من خلال الفيديو ده، واقول لها بجد شكرا جدا لذوقك ولاهتمامك. الكارجو ده اصلا جاي لرحيل مخصوص، ولا ليا ولا ليونس، هو جاي للولي. ف طب عايزه اكمله. طيب المهم، حبيت ان انا اشارك معاكم الطرد فيه ايه، وكمان اشكر من خلال الفيديو ده صاحبة الطرد. ومش عارف، انا فعلا والله مش عارفة اقول لها ايه، وحقيقي يعني الموضوع مش في قيمة الهدية بقدر ما هو يعني بقدر ما هو ايه، مش عارفة اشرح ايه. ايه اه يعني ايوه صح، زي ما يونس بيقول، هو من ورا الكاميرا بيقول بقدر يعني ما هي فكرت فينا وفكرت في رحيل، ويعني ادخلت السرور على قلبنا. يعني معلش يا جماعة، هذه متوترة جدا، لا تعرف كيف يعني تجمع الكلمات. فلقد حاولت مرارا او انا بصور أن الفيديو ده بقالي تعمل، كتير قوي. أيوة يعني أن تعمل فيديو فقط للتقديم، المقدمة أقصد. كما يا ترون دول يعني أنها متوترة، لا تعرف كيف تجمع الكلمات، يعني افهم عليها. ايوه زي ما هو قال كده. المهم بقى، لو اول مره تشوفونا ما تنسوش لايك للفيديو لو عجبكم واشتراك في القناه، ويلا بينا بقى نفتح الكارت بتاعنا. جيل 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 جيل، تحط على هذا؟ لا، على الارض لو عايز. لا على هذا بس. ماشي اوكي، تعالى بقى في المنتصف. الله، ايوه هدي. بسم بسم الله. الله بسم الله. تخيل بني باك هدية هدية كده. انت لسه هتفتح بالمقص يا يونس؟ افتح يا يونس كده. ايه ده، مش قصدي كده. تمام. بسم الله. الله هني باك توكي زين، باك توكي زين. كيف جيت؟ كيف ده بيس سيلفر جيت؟ كيف باك؟ باك باك شانتا توكي زين. باك جميل جدا. وراحي نسيب. تمام. هل حال تظهر فيها؟ باك رهيب. يولي حلوة دي عشان حضورها. توكي زين. توكا هني باك، توكا باك توكي زين. توكا باك توكي زين. توكا هلو يا لولي. لا، حاجات كتير قوي، حاجات كتير 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 بجد. شكرا جدا 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 ليكي والله. باك اوبا يا كيزي كيل هني كيل حق. كيف؟ يا خلاص يا نيس، يا خلاص يا نيس. الله ميما. ما شاء الله عليك، بصي جميل والله. صح؟ بس هي كده مش ظاهرة. جد؟ تمام. ليش كانت؟ لبستها غلط. استني. كلمة كلمة. تمام. بدي. أخذها هذه. استنى، هي استنى فيها، هي ده بس المفروض ان هو بس مش عارفة هو واضح ولا لا. بصوا، هو طبقين والكوباية بتاعتهم. نعم، شكلهم لطيف قوي. تعال نفتح كله ثم نحن مع بعض. اوكي تخيل. في حاجة تانية راح يلبسها هتبقى مجنونة بيها. يا لولي حط فوتا نبات. وكيف؟ لولي.
على الماكس نقولي توك كيزات نقولي اب اب مو يب أبلين جزال جزال هم حاكين أكي أسفلتين تقريبا عشان أبلا لا نقولي باك بوكين باك ألا أبو نداء الله يا حليتين سلام ما شاء الله جزيل تمام فاك 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 جزيل فاك 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 شكرا لكم والله تقريبا بقى يعني دي أحلى هدية فيهم كلهم هي قصص تربوية باللغة العربية بصوا انا مبسوطه جدا كنت عايزه انزل مصر مخصوص اصلا عشان اجيب لي رحيل حاجات زي كده بصوا هنا كمان في ايه حيوانات باللغه العربيه وقصص حلوه جدا بجد شكرا جدا ليكي يعني والله مش عارفه اشكرك ازاي حقيقي بق كتاب بق كتاب Evet bak bu kitap bak çok bak bebek. Bak. Bak çok güzel. Değil mi? Güzel. Bak buna da bak. Bak bu güzel. Bu ne? Başka ne var? Tavuk. Tavuk. Rahil bu ne? Buraya bak buraya bak. لا هي مهتمة هي تعرف متفشان هي مهتمة بهذا وريني كده يلوني هي مهتمة بهذه يا بني بني رحل بني سيبها بقى مع البيبيكي بتاعها طيب هل افتح لها هذه؟ او افتحها لها هيا كيف انا بناها تشيم كيف تفتح هذا؟ اعتقد في المقص لديها عين هي تتحرك؟ ايه تحب يعني تأخذ الجبهة انت بحتى لا تجرح العروسة لا بسم الله الله باك بيبيك توك كيزيل باك بيبيك توك كيزيل باك باك كيز باك كيز بيبيك كيزيل رحيل باك بيبيك هامي بيل بيبيك هامي بيل هذا بيبيك هامي بيل تجربة بهمية طيب هذا اعتقد انا حتى تتعلم الاطفال ايوه صح ده فستان مستولة خالص ده بيبيك برضو تاني نعم افتح هذا ايضا او افتحها لها هي كده كده يعني هحطهم لها مع بعض في الاوضه بتاعت اللعب بتاعتها وبصوا دي سويتشيرتات حلوه جدا هي من جوه كمان مبطنه اهي مش عارفه ظاهره في الكاميرا ولا لا بس هي اهي مبطنه وده برضو زيه نفس الكلام كتب كنتو يا اولاد مش عارفه اتكلم منكم يا اولاد ايه مش عارفه اتكلم منكم يا اولاد وشارك مع سرور رحيل ايوه بك بك يلا توت توت ساتش ساتش تمام ايوه عشان دي برضه عروسه اهي بك لولي بوكين لولي فك بو لولي ودي شنطوية هوديها بيها الحضانة نعم جميل والله فك ودي توك بس يعني انا بعتذر جدا انا مش هدي منهم لرحيل دول انا هاخدهم ليا دول هاخدهم ليا لانه ودول كمان ما زالت عندها شعر ودول لا دول هخليهم للولي لما شعرها هيكبر ودي دي التوك ما زي ده ودي برضو عصفورة خالص
النضاره الفانتاستيك دي عسل قوي. عسلوله خالص. واخيرا بقى حلم حياه رحيل ده تقريبا المطبخ. هو عامل زي ما يكون مطبخ صغنطط كده للاطفال. اه ده شكله. وبس كده لسه في ده تاني اهي. شنطه صغيره. ايوه شنطه صغنطوطه اهي. وبس كده دي كانت الهدايا. ويعني عايزه اقول لكم حقيقي عايزه اشكر انا عايزه اقول اسمها بس يعني بناء على رغبتها هي طلبت ان انا ما اقولش اسمها يعني كده. فبناء على رغبتها مش هقدر ان انا اقول يعني. ولكن حقيقي شكرا جدا ليها وشكرا لذوقها. نسيت حاجه. دي بتاعت النضار. هذه النظارات يعني. الماز. شوف كذا. ابو نجي. ابو نجي. شوف كذا. وقعتها في ودنها لما لبستها. شبكتشكا ابو نجي. تمام. هوبلا القرعه بانت. القرعه بانت. لا. انا فكر يا بك. الصلا. الصلا. باي باي. الصلا. سلت شوك. سلت شكرا. سلت شكرا. شكرا باي باي شكرا سلا مش هتستقل سلا تشوك تمام هاتشام سلا تشوك تشكر اديرم عفوا سنه تشوك تشكر انا يعني اشكرك كثيرا بدي وبس كده ده كان فيديو النهارده اتمنى ان هو يعجبكم وزي ما قلت لكم انا حبيت اشارك معاكم يعني الطرد ده واشوفكم على خير في فيديو جديد مع السلامه سلام مع السلامة سلام 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 مع السلامة يا جماعة.